الجلسة اليوم تناولت موضوع مهم، كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمة اتصالية وإعلامية مميزة للجمهور. ناقشت أكثر من بعد من الأبعاد، البعض ركز على الإيجابيات اللي بقدمها الذكاء الاصطناعي لوسائل الإعلام وكيفية إنتاج قصص وإعلامية متنوعة بشكل كبير وبشكل دقيق وبشكل وسائل متعددة مختلفة. البعض الآخر ركز على بعض الخبرات العملية في وكالات الأنباء العالمية زي وكالة الأنباء الإيطالية في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في وكالات الأنباء. البعض الآخر دعا إلى ترابط بين المتخصصين في مجال البرمجة والكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والإعلاميين من أجل توحيد وتنظيم عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المجال الإعلامي. البعض الآخر ركز على الجانب التنظيمي والأشياء اللي ممكن يجب القيام بها واتباعها وتنفيذها من أجل تنظيم عملية الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالخصوصية وفيما يتعلق بالشفافية والمساءلة. البعض الآخر ركز على التحديات اللي بتواجه تنفيذ هذه المنظومة، لكن الجلسة بصفة عامة كانت جلسة بتؤكد على كيفية تجنب سلبيات الذكاء الاصطناعي من أجل تعظيم الإفادة منه لتقديم محتوى إعلامي مفيد وسليم للجمهور.